بكم. لا تفوتكم هذه اللحظات المحرجة والتي لا تنسى والتي حدثت على الهواء مباشرة. ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا وشكرا لكم. بينما كانت مذيعة قناة ABC الإخبارية تقدم تقريرها وسط الشارع، قد فاجأتها الرياح القوية لتضع تنورتها في موقف محرج على الهواء مباشرة. الفنان الكبير عادل إمام يداعب مذيعة على الهواء مباشرة، حيث قام عادل إمام بتصرف مماثل ولكن بشكل كوميدي، وقام بتغيير تعبير وجهه وسألها في إيه، لتنفجر المراسلة ضاحكة ولم تستطع الاستمرار في السؤال. في إيه؟ في حاجة؟ العربية فين يا راجل؟ مين؟ لقد نجت مراسلة قناة الملكة من حادث مروري مروع، وذلك نتيجة تقديم التقرير وسط الطريق، وتم التقاطها على الهواء مباشرة. الرابع من آب المقبل سيكون موعد الانتخابات الرابعة لدى الاحتلال. كاد مراسل قناة الفرات معتز الحبيب أن يتعرض للجرف من قبل هادي السيول، حيث اقترب من المراسل لترميم الطريق، مما جعل هذا الموقف مضحكا للغاية. لإصلاح الانهيارات على طول السدة الترابية بين الحدود الإيرانية. لقد تحولت هذه المقابلة التلفازية إلى موقف طريف للغاية، حيث تعرض لاعب كمال الأسام للسقوط أثناء التدريب، فتم توثيق هذه اللحظات على الهواء مباشرة. And it's a natural thing, of course. I mean, I could work out all day, and obviously, I'm an ex-athlete myself. مذيعة قناة العربية ريما مكتبي كادت أن تسقط أثناء تقديم آخر الأخبار العاجلة، ولكن تداركت الموقف في النهاية. كان الحادث للتحقيق مع أو في الأمر، تجمع نحو 100 شخص حاولوا منعهم برشقهم بالحجارة. لم يدرك فريق القناة الرياضية من وجود لاعب سيقوم بعمل هذا المقلب للمراسلة على الهواء مباشرة. Now from my understanding there's like a pie in the face contest that's going to be going on here to just raise some awareness and have... هذا الفريق الرياضي قام بعمل هذا المقلب للمراسلة أثناء تغطية مباريات الفريق، وتم توثيقهم مباشرة على الهواء. كان مذيع القناة الهندية على الهواء مباشرة، لكن المذيعة ارتعبت من شيء ظهر أمامها ولم تتمالك نفسها وصرخت بشدة. اقوام متحدہ امن کی نارا کش ہے کشمیر کے کلیدی مسئلے کا اللہ نہیں کش لگے گا اللہ نہیں کش لگے گا في هذا المشهد الطريف كانت هناك زرافة تقف جانب هذه المراسلة، ولكن ما حدث كان مضحك جدا، حيث داعبت الزرافة المراسلة بشكل لا يصدق. تعرضت هذه المراسلة الإخبارية لشيء ما كان على الهواء، وبسببه لم تستطع إكمال الحديث. And that was number one in Australia and New Zealand. So yeah, brilliant. From 1981, the lost scroll. It's out there. All right, Alex. We might come back to you if. Oh, we've kind of lost you there. She's gone to the side. We might come back to you if we do get a winner of the silver scroll. Which is all right. حدث زلزال على الهواء مباشرة، ولكن ردة فعل المذيعة كانت مضحكة جدا، ثم قدمت الاعتذار للمشاهدين. But on Tuesday, and a partly cloudy sky, southerly winds are going to be with us. Whoa. Oh my gosh. I'm so sorry. This is live on air. حالة من الخوف أجبرت هذه المراسلة عند حدوث حادث سير أمامها،
وشاهد لحظة ردة فعلها. Accident and resisting arrest. He's now being held at the Jefferson County Jail. $1 million cash only bond, and that was a little fender bender right behind us, but nothing too serious. We'll send it back to you. أثناء تغطية هذه المراسلة حدث موقف محرج على الهواء، حيث انقلبت دراجة ساعي البريد ليصبح موقفا مضحكا. Bună seara, Valentin. Din această seară, programul teraselor va fi ceva mai lung, adică până la ora 21, la fel și în cazul programului magazinelor, care până weekendul trecut se închideau la ora 18. În plus, tot din această seară, oamenii pot circula. لا أعلم ما الذي جعل هذا المذيع مرتبكا أثناء البث المباشر، ولكن تعرض للسقوط نتيجة عدم التركيز على الهواء مباشرة. If you want to see what's coming up in the next 24 hours, get on the website allthews.bid-up.tv. All right? Now, here we go. You've got to... That's lovely. Right? It's speed options. Right? It's a preview now coming up. Kingdom's coming. سنتيمترات قليلة تبعد الطائرة عن هذا المراسل ليكتب له عمر جديد. Dark years of World War II. Fuck me! Fuck me! Fuck me! خطأ فادح يتم عرضه على البث المباشر بما تسبب في الإحراج الشديد وضحك مذيعة الأخبار. ونونا. Ooh, that's funky. What is going? Ooh. I don't really know what's going on. They're... Oh man. Do you guys want one Jennifer or two Jennifers? لقد كان هذا الضيف في حالة سكر أثناء تغطية هذه الحلقة، حيث تعرض للسقوط من على الكرسي في موقف محرج على الهواء مباشرة. أثناء مناقشة المواضيع الرياضية على الهواء مباشرة، تعرض المذيع إلى حالة هستيرية مما أدى إلى سقوطه على الأرض. Lock in defensively, and this is obvious. Get him, Kenny. You set me up, Ernie. What do you mean, me? You set me up, Ernie. ورصدت كاميرات أحد القنوات الأجنبية طاقم فريق القناة وهو يشاهد بعض الصور الغير لائقة أثناء البث المباشر. Who has the country been seeing for the last few weeks? Critics aren't impressed, saying it's a sign she's desperate and her campaign's shambolic. وفي الحادث عندما كانت ماندي روز تشق طريقها إلى الحلبة إلى جانب شركتها دانا بروك نتيجة المطر، أصبح سطح المنحدر زلقا للغاية مما أجبر العديد من المصارعين على التعثر أثناء السير نحو الدائرة المربعة. تصرف أحد المرة بشكل غير مناسب على الهواء مباشرة، ولكن الكاميرات قد وثقت هذه اللحظة. Classified information and therefore shouldn't be getting these intelligence briefings. Here's what former New York Mayor Rudy Giuliani had to say about that with Greta Van Susteren last night. كان هناك مشهد استعراض لأحد العارضات على شاشة الأخبار، لكن هذه العارضة حولت العرض التلفزي إلى موقف مضحك للغاية بسبب سقوطها ثلاث مرات. Twice. That's her going down once. The young woman wearing that pink skirt and the orange platform shoes never quite recovered after that. There she goes. That had to hurt. لقد قام هذا المذيع بارتكاب خطأ فادح عندما قام بتحطيم ما قام بتصميمه هذا الرجل. Yes, I actually felt these bricks. These are real bricks. I mean, there's no don't. Oh! Wow! Check it out, baby. Guns. لقد هاجم أحد الكلاب ميكروفون هذه المراسلة الروسية أثناء تقديمها للتقرير الإخباري من وسط الشارع. Здравствуйте, Елена. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, связь с нашим... حشرة غير متوقعة تعض هذه المذيعة حتى تداركت الموقف، لكن الكاميرات قد وثقت هذه اللحظة الساخرة والمحرجة على الهواء مباشرة. No,
Charlie Rangel supporters were scheduled to be on the road right now, taking buses from Harlem to Washington, D.C. to support him during the penalty phase. Late last night, we learned that those rallies were canceled. Excuse me, they are reportedly at the request of the congressman. Darlene, back to you. All right, Tracy, thank you.